خلال القرن الثالث قبل الميلاد، واستل مخططا من الجلد، هو تصميم مستوحى من هندسة القرطاجيين، وقال هنا نبني، فكانت وليلة. سنة 40 ميلادية أصبحت وليلي بلدية، وفي نفس السنة اغتال الأمبراطور كاليجولا الملك أبطليمي. قدر حاضرة أن تتطور على مقصلة التناحر. القطع الأثرية المتواجدة في المتحف اللي تعود إلى موقع الأثري الوليلي تبرز ثقافة الإنسان المغربي، الإنسان كيف كان يعيش وكيف تلائم مع المحيط ديالو الخارجي، وكذلك تتحدث عن فترات تاريخية مهمة من الفترة الموريتانية ما قبل الرومانية ومن الفترة الرومانية كذلك حتى الفترة الإسلامية، وتبرز تعاقب هذه القرون من تاريخ المغرب في هذه المدينة القديمة لوليلي. بين هذه الأحياء عاش الناس لقرون بأفراحهم وأقراحهم ورؤيتهم للمكان الذي نشأوا فيه. وليلي موقع من عمق التاريخ، لكنه بيان على قوة الإنسان في الإبداع حين يفكر. كانت، بادت، وتركت الأسئلة في كل حجر، في كل ممر، في كل فسيفساء. كما عهدنا في مدينة وليلي وفتراتها وتطورها العمراني، كاين واحد الرقي أو نقول السمو بالذوق كان ضروري في تلك الفترة لإعطاء واحد لوحات فنية اللي كتشوفوها حاضرة لحد الساعة بعد مرور آلاف السنين، قطع لا زالت لديها جميع التفاصيل اللي قام بها الصانع في تلك الفترة واللي عاش لحد الساعة وباقى غادي تعيش إن شاء الله في فترات لاحقة. نهاية القرن الثامن الميلادي لجأ المولى إدريس الأول إلى وليلي، استقبلته قبيلة أوربة وجعلته أميرا لها. سنة 789 ميلادية تم الجلاء عن وليلي بعد تأسيس مدينة فاس.